عودي معكم للمتابعة. ضيوفي بالاستوديو الأخت باتريس مسلم، أهلا وسهلا فيك، رئيسة مؤسسة الأب روبرتس لأحداث الصم. كمان عزت أغا سبق وصدفناك، عزت مدير عام مجمع الرحمة الطبي، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. كمان وسعتوا كتير مجمع الرحمة وخدماتكم كمان صارت أكثر وأكثر. أول شيء في اتحاد، والاتحاد هو المطالبة بحق كل شخص عنده إعاقة معينة شو ما كانت بكل الجمعيات، وبرافو على الاتحاد يلي ممكن يأمن كتير من الحقوق المطلوبة وعم يطالب فيها دايما ودايما، وزيادة سعر الكلفة لكل شخص عم يتم الاهتمام فيه. أول شيء خلينا نعرف عن الاتحاد مع الاتحاد الوطني لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بلبنان، هو بيمثل كل الجمعيات اللي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة شمالا وجنوبا وبقاعا ويعني شرقا وغربا. نعم. والحمد لله اجتمعنا على مطلب واحد، هو استرجاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي عم يتلقوا الخدمات، الرعاية والتأهيل والدمج وكل أنواع الاهتمام من المؤسسة. والحمد لله نحن من شكل جزء مهم من المجتمع اللبناني. نعم. من ساعد أكثر من 12,000 أسرة. نعم. عند أطفال من ذوي الإعاقة، نهتم بالأطفال، منخفف عن الأسرة كتير من الأعباء، بيقدروا يروحوا على شغلهم، بيقدروا يكونوا مرتاحين، منخفف عنهم كتير من المشاكل يلي لا سمح الله إذا الأولاد أو الأشخاص ذوي الإعاقة دلهم بالبيت حيسببوا مشاكل ل 12,000 أسرة بلبنان. نحن اجتمعنا لسبب كتير مهم، إنه مش قادرين بقى نقدر نكفي، خلص وصلنا لمطرح اعتمادات المرصودة لمصلحة شؤون المعوقين قليلة جدا. نحن قساتنا بنقبض على سعر كلفة عن الطفل، وقت أقول سعر كلفة يعني كلفة الشخص، قيمة العلاجات والبدلات اللي بناخدها عن كل طفل داخل كل جمعية من الجمعية. في سعر محدد؟ سعر محدد يومي، اللي هو بيختلف من إعاقة، مثلا اللي عنده توحد، اللي عنده شلل دماغي، اللي عنده تأخر ذهني، اللي عنده مشاكل بالنطق أو مشاكل بالنظر. هدول الأشخاص بيتلقوا الخدمات بالمؤسسات، وكل فئة من فئات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سعر حسب نوع الخدمات المقدمة له، وهي قساتنا عم ناخدها سعر يومي عن 2011. هلأ السعر الحالي الموجود اللي انعمل لجنة مؤلفة من معظم وزارات الدولة، الصحة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية والعمل، وأيضا يضاف إلى جزء من المؤسسات بيشاركوا بوضع سعر الكلفة، نوضع بال 2012. نعم. للأسف كل الوزراء اللي تعاقبوا على وزارة الشؤون الاجتماعية ما وضعوا سعر كلفة سنوي، وهذا حق المؤسسات والجمعيات اللي عم تخدم هالأطفال أو هالأشخاص ذوي الإعاقة إن تحصل على سعر كلفة حسب مبني على مستوى غلاء المعيشة. وبتعرف من 2011 لل 2018 نحن حنصير هلأ يعني أكثر من 7 سنين، وقساتنا عم على غلاء المعيشة تبع 2011. نعم. طبعا يعني طبعا هيدا سلسلة رتب ايضا اللي هي قصمت ظهرنا، خلص انتهينا يعني سلسلة رتب اللي. نعم. اول شيء طلعت بال 2012 اذا بتتذكر، زادوا سلسلة الرتب او الحد الادنى للاجور من 450,000 ل 675,000، وهلا رجعنا للسلسلة الجديدة اللي هي مستحيل. يعني اللي عندكم للموظفين صار عندكم تكاليف زيادة. صحيح. المطلوب انه يكون. صحيح. في تكاليف كثير كبيرة. نعم. لانه نحن كمان مؤسسات منا رعائية بس مؤسسات تعليمية. نعم. بما اننا مؤسسات تعليمية خصوصا الأولاد، المؤسسات اللي تتعاطى مع الأولاد اللي عندهم إعاقات حسية، نحن بتعلموا الأولاد لحتى يوصلوا لمستويات عالية حتى لمستويات الترمينال ويقدموا. دوك نحن عنا أساتذة ومعلمين. نعم. بدهم يتقاضوا أكيد هلأ معاشات على أساس سعر سلسلة الرتب اللي طلعت اليوم، مشان هيك نحن بمشكلة كتير كبيرة أنه إذا ما صار في تعديل لسعر اليوم يلي بتدفع وزارة الشؤون على الولد، أكيد نحن ما بنقدر نستمر كمؤسسات تعمل بهذا. يعني
اللي عم نشوفه انه هالتعديلات اللي عم بتصير كمان عم تطلع براس المواطن، يعني اللي هو من مطرح ثاني بكثير قصص، يعني عم تصدم المواطن اللبناني، والمواطن اللبناني مش ناقصه، انتم بالنتيجه انتم كمان بحاجه لمدير العون اكثر من غيركم، نحن بعد لانه عندكم شريحه بدنا نحن اكثر. نعم. شريحه يمكن اكثر شيء رح تكون عم تحمل اعباء كبيره، لانه نحن العمل مع هودي الاولاد هو عمل كثير كبير، هو عم بده فريق متعدد الاختصاصات، بده الولد متابعه يوميه مع اشخاص او اخصائي تعلم بالنطق او بالتدريب الحسي حركي او بالنفسي او مربيين تقويميين، دونك نحن بحاجه لفريق عمل كثير كبير. مشان هيك نحن بحاجه اكيد انه نحن منا مدرسه، ما في الولد بالصف يكون في عندنا اكثر من 5 أو 6 اولاد، على انه كل ولد بده متابعه فرديه، يعني نحن الحمل علينا كثير اكبر. صحيح. من هو ما هو يمكن يكون على اي حدا تاني بالمجتمع. شو المتوقع مسير يعني من ورا اللي صار؟ نحن هلا اللي عم نطلبه من وزاره. نعم. الشؤون الاجتماعيه، وهالشيء عم بيصير بالتعاون مع وزير الشؤون الاجتماعيه، انه نقدر نحن نحصل على سعر كلفه 2012 اللي هو متوفر اليوم، اللي هو ما بيزيد كثير عن سعر كلفه 2011، يعني هو اللي بتطلع الفرق شيء 16 مليار ليره، ولكن نحن هلا قابلين فيه لانه الوحيد المتوفر، الى ان يصار فيما بعد الى دراسه سعر كلفه 2018 ان شاء الله بمرحله لاحقه، ونصير نطلب بعدين انه شوي شوي يصير يعني يصير سعر الكلفه يتبع مؤشر غلاء المعيشه اللي عم بيصير بالبلد. يعني 16 مليار ليره موزعين على كل 12000 حاله من ذوي الاعاقه بلبنان، 103 مؤسسات. نعم. يعني بيطلعوا تقريبا 800000 ليره او مليون وشوي لكل ولد بالسنه زياده. طيب انا بس بدي اعرف المؤسسات اللي انضمت للاتحاد، كل مؤسسات كل مؤسسات لبنان. نحن هلا عم نحكي باسم كل مؤسسات لبنان. بكل مؤسسات لبنان انضمت. ايه اكيد كل مؤسسات لبنان هي. نعم. انضمت معنا وكلنا التقينا واجتمعنا وكلنا متوافقين على نفس الهدف، لانه احنا عندنا نفس المشكله كلنا. نعم. وكلنا عندنا نفس المعاناه، مش يعني هيك كنا متضامنين في سبيل انه نقدر. نعم. نحصل على. طيب بنمثل وجه لبنان الحقيقي. نعم. عزت في تجاوب مع هلا انا اللي بدي اقوله انه للاسف بلبنان وقتها بدك تطبق القانون على المواطن. نعم. على المواطن سهل تطبيقه، دغري بيروحوا بيطبقوه على المواطن، بيقولوا تعال ادفع الضريبه، تعال ادفع الهيدا، مزبوط ولا لا؟ وقتها بنيجي بنقول تطبيق القانون لصالح المواطن، هون بتكون المشكله الحقيقيه، بيوقفوا انه ما معنا موازنه وما معنا مصاري. نعم. بالاخر بيتبين لنا كثير امور من خلال زيارتنا للمرجعيات السياسيه والكتل النيابيه، انه لا الدوله فيها مصاري، بس المصاري عم تروح بمطرح ثاني. بصراحه في محلات لازم الدولة تصرف عليها، لأنه إذا ما صرفت عليها حيكون في مشكلة حقيقية بالبلد، حيكون في 12000 طفل من ذوي الإعاقة زيادة عن الموجودين، للأسف في كتير قوانين وحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة غير مطبقة على صعيد الأفراد. نعم. ما بالك على صعيد المؤسسات، المؤسسات اللي تعبت، اللي بنيت منشآت كتير ضخمة، يلي الدولة اللبنانية منذ أن نشأت ما بنت شيء لرعاية وتعليم وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة. قامت الجمعيات بها الواجب مع الدولة، هيدا من واجبنا وهيدا الشيء نحن عم نقوم فيه مبسوطين فيه، هيدا الشيء متعب جدا على كل الجمعيات، واللي عم يسمعني بيعرف قديش صعب انت تأمن التكنولوجي وتأمن التقنيات الحديثة والمتطورة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الإعاقات، قديش صعب انك انت تجيب تمويل لتعمر مباني. طيب على شو متكلي وزاره الشؤون؟ متكلي على المساعدات وزاره الشؤون الاجتماعيه والتبرعات او مش من وزاره الشؤون او المعنيين؟ لا نحن صراحه اتفضلي. نعم. نحن انه هو وزاره الشؤون البدجيه اللي بينعطى لوزاره الشؤون هو ضعيف جدا بالنسبه لبقيه الوزارات. نعم. وهالشيء اكيد انه وزاره الشؤون عندها اكثر احتياجات كثير كبيره، لانها تتعاطى بالشان الانساني يلي هو وبما انه هي الوزاره ما عندها ولا مؤسسه لها، هي متعاقدة مع المؤسسات الخاصة، يعني بدل ما يكون عندها مؤسسات لها تعاقدت هي مع المؤسسات الخاصة مقابل أنه تدفع لها المؤسسات بدل هالخدمات يلي عم بتقدمها لهالولاد. نعم. هلا هي الوزاره جد يعني متعاطفه معنا وعارفه انه الوضع شو هو وعارفه قد شو نوعيه الخدمات، خصوصا ان هي موجوده كثير بقلب هالمؤسسات، يعني هي تشرف بشكل مباشر على هالمؤسسات وبتعرف عن قرب شو نوعيه الخدمات اللي بتتقدم، من الاولاد اللي موجودين، لان
لانه هو بيتلقوا من الوزاره يعني الولد بس يوصل لعنا قبل ما يوصل لعنا بيمروا على تقييم عند الوزاره وزاره الشؤون. وزاره الشؤون بتعطيه طلب الرعايه بيجي لعنا بترجع هي بتشرف بتطلع على المؤسسه شهريا عند مساعدات اجتماعيات بيطلعوا على المؤسسات ديوان المحاسبه بيراقب. دونك نحن مع وزاره الشؤون عن قرب بتعرف نحن شو الخدمات اللي عم نعملها. يعني انا عم بساله من الاول في تجاوب في تجاوب كثير كبير من معالي الوزير. نعم نحن بدنا الاراده تكون موجوده وعم نطالب بس بمبلغ كثير بسيط قيمته 16 مليار ليرة على تضاف على عقود العام 2018. نعم لازم نضيفها على عقود 2018. وبدي الفت نظر كثير مهم بهالموضوع على موضوع الرقابة. موضوع الرقابة على الأطفال اللي بيدخلوا داخل المؤسسات لازم يوقعوا على طلب الدخول 5 أشخاص من ضمنهم مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، من ضمنهم رئيس المصلحة ورئيس الدائرة والمساعدة الاجتماعية اللي بتزور الجمعيات داخلها، والأهل ما بيجي الولد إلا ما يكون الأهل حاملين الطلب والولد معهم، بيكون الطفل أو هيدا الحالة وبيجي على المؤسسة ليقبلوا دخوله. يعني الرقابة بقول اسمح لي بهالعبارة صارمة جدا، يعني بتكون تخفيف. لا بالعكس، بالعكس ممتاز، بالعكس ممتاز. وإذا تطبق الرقابة تطبق الرقابة على باقي الخدمات تبع الدولة كبار السن والأمور الثانية والرعاية، إذا تطبق بيكون عندك أو بشكل عام على كل الدولة بيكون عندك وفر يمكن يكون بالدولة بمحل معين. لأنه الرقابة تطبق فقط من خلال هون بيصير في حد يعني لهالسبب نحن بدنا نعمل ليت. لأنه ذكر بفترة من الفترات من حوالي شهرين بخلال جلسات مجلس النواب والوزير قام معالي وزير الشؤون الاجتماعية دافع عن هالأمور وعن الجمعيات التي تهتم بذوي الإعاقة وخصوصا جمعيات وزارة الشؤون الاجتماعية. لأن ذكروا في جمعيات وهمية اللي خارج إطار وزارة الشؤون الاجتماعية نوعا ما اللي عم تستفيد من أمور الأولى أنه نحن نفيد فيها. هلأ الواضح صوتكم من طالع من وجع، واضح أنه عندكم وجع لازم نرد عليه. أنتوا اللي عم تلاموا لأنه أنتوا المسؤولين المباشرين عن الجمعيات وعن الأطفال. بيعز علينا كثير أنه نقول لولد ما لك محل بالمؤسسة أو مش قادرين نقدم لك خدمات أو نحن منا قادرين، لأنه حتى الموجود قادرين تقدموا له كل الخدمات. ليش اللي موجود عندنا صعوبة كثير نقدم كل الخدمات، وبالوقت ذاته في كثير أولاد كمان اليوم بالوزارة منتظرين أنه يصير لهم محلات بالمؤسسات. كمان وزارة الشؤون واعية لهيدا الشيء. دونك نحن في ناس بيفكروا انه نحن كتار مؤسسات موجودين بالنسبة للأرض اللبنانية، بيقولون الحاجة أكبر بكتير. في كتير أولاد ما لها محلات، في كتير أولاد بنضطر نقلنا بنعتذر منك ما بنقدر نقدم لك الخدمات. مطلوب انه تنزيد سعر الكلفة بأسرع وقت هلا وال 2018 وينزاد عدد الأولاد كمان إضافة وينزاد عدد طبعا الولاد. طبعا لأنه في كتير على لوائح الانتظار وبتستوعبوا الجمعيات بتستوعب الجمعيات بس الإمكانيات المادية أوقات توقف أمام هذا العائق أمام هذا الموضوع. بدي أذكر شيء كتير مهم أنه خلال زيارتنا لكل المرجعيات والكتل السياسية والوزراء والنواب والرؤساء الحكومة السابقين الحمد لله الكل متجاوب معنا، الكل وعدنا أنه هذا مبلغ بسيط ممكن يتأمن 16 مليار أو 18 مليار مبلغ بسيط على الدولة اللبنانية. نتمنى الدولة اللبنانية أنها تسمع وجعنا وهدول أولاد إلهم قيمة في المجتمع، إلهم قيمة مضافة هن للمجتمع، هن بيحملوا القيمة الإنسانية النبيلة لأي مجتمع. نتمنى أنه يوقفوا معنا ويعطونا هالحقوق لنقدر نستمر، وإلا ما حنسكر. هذا هدف إنساني. سؤال أخير، في التجاوب في يعني قبول يعني رح يصير في قبول؟ كذا حدا قالكم انه هيني يتامن هالمبلغ يعني الواصلين كان في قبول يعني الكل اللي زرناهم الوزراء والنواب كل اللي ابدوا قالوا امتين الرد ولا انتم ناطرين؟ ما حدا لان احنا ناطرين موازنه 2018 والعقود عقود وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي بتتوقع خلال الشهر المقبل ان شاء الله. نعم قربت. انا بدي اتمنى التوفيق للاتحاد. برافو. 100 وجمعيتين 103 جمعيات ومؤسسه يعني. ومؤسسه بنتمنى ما نشوفك الشهر الجاي تكون تامنت امورنا. لا بنشوفكم بس بنشوفكم على الطلبات بتبشرونا بالخير كمان ان شاء الله. اكيد اكثر كمان معناتها بنحتفل مع معالي الوزراء الماليه والشؤون الاجتماعيه بنحب كمان نشوفوا شو نوعيه الخدمات اللي تقدم. هي خدمات لها قيمه كثير كبيره ضمن المؤسسات، وهذا الشيء كمان بيشرف البلد وبيشرف المجتمع لما في خدمات عم تتقدم لهيك اشخاص بهالمهنيه العاليه. ميرسي بوكو. ثانك يو عزاد. ميرسي. بالتوفيق. انا وياكم رح نروح عند الشيف رشيد ملح.
صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. بعد ما حضرنا بأول فقرة أنا وياكم طبق الحلو، صار عندنا بالبراد، وهلأ بدنا نبلش بالطبق الصيني، رز بالدجاج على الطريقة الصينية. بس طبعا قبل ما بلش بوصفة الدجاج بدي ارجع اذكر كل المشاهدين اللي عنده اي سؤال بده يسألنا اياه عن الطبخ، او عنده وصفة نحن بعد ما حضرناها بعالم الصباح، في يعطينا افكار، يبعث لنا على رقم الواتساب اللي عم نشوفه قدامنا على الشاشة، وانا كل نهار خميس رح جاوبكن على كل اسئلتكن على الهواء. طيب، الرزات على النار، عم بسلق هلأ رز. لشو الرز؟ باخر فقرة بدي اخلط الرز مع الجزر مع الزنجبيل، بخبركم بعد شوي عن هالوصفة. أنا وياكم خلينا ننتقل لنتبل الدجاج. الدجاج رح نتبله تتبيلة كتير طيبة، لكن رح نتبل عندي صدورة الدجاج بطعون بهالشكل، فيكن تقطعون أنتو مثل الفاهيتا، ما عنا مشكلة، كيف ما بدكن فيكن تقطعوا صدورة الدجاج، لكن عم ضيف صدورة الدجاج منقطعها. رح حطلها من عصير التفاح، لكن بدي احط عصير التفاح، وايضا بدي احط كمان من خل التفاح، بدي احط فلفل اسود، وايضا بدنا نحط رشه ملح، وبدي احط معهم رشه سكر صغيره. طيب، وايضا ما بدنا ننسى كمان صلصه الصويا، لكن الدجاج عم نقطع الدجاج لنتبله. اوكي، عنا الرزات على النار عم بيستووا، عم نسلق الرز، رح نضيف للرز باخر فقرة جزر، وايضا بدنا نضيف كمان. طيب، هيدا الدجاج قطعنا، نجي بدنا نتبله مثل ما خبرتكن، عصير التفاح، لكن عصير تفاح، ايضا خل، كمان خل التفاح، منحط فلفل اسود، سكر، اوكي، رشة سكر، رشة ملح، صلصة الصويا. طيب، انا تبلت الدجاج، ما هيك؟ شو رح يصير، او شو العملية اللي رح تصير بعد تتبيل الدجاج؟ بعد ما تبلنا الدجاج باخر فقرة شو رح اعمل؟ رح شيل صفي هيدا الدجاج من الصلصة اللي تبلناها. بعد ما صفي الدجاج عندي نشا، رح حط نشا معهم، وايضا قليهم بزيت السمسم، لكن منقليهم بزيت السمسم والزيت النباتي، وبخبركم بالتفصيل بعد شوي. اما هلا بالعودة لك جوزيف. إذا السعادة الحقيقية بالنسبة لكم هي الصحة، المال، أو الحب برأيكم. ريتا صباح غزلت منه ورود بهدية لك مع كل إشراقة شمس جديدة. السعادة هي الحب، مش بس حب بين اثنين، حب الأصدقاء الأهل. السعادة ترسم ضحكة على وجوههم اللي بتحب، والاطمئنان عنهم ودعاء لهم من قلب طاهر. السعادة لقلبك وقلوب محبينك، نهار مليان ورد، مليان سعادة. ثانك يو لولي أحمد. السعادة هي الحب، والحب هو المنطق لتكون بصحة ولتكون ناجح بحياتك العملية وبكل مجالات الحياة. السعادة هي الشعور باللذة لما تساعد فقير أو مريض وترسم البسمة على وجه طفل. إيمان وهبي، صباح الورد جوزيف، منور، تانكيو. زينب محمود الجندي، صباح الخير جوزيف، طبعا الصحة بالمرتبة الأولى، وأنا بالنسبة إلي راحة البال من كل النواحي، من ناحية الحب والمادة هي سعادة، لأنه عن جد بس الواحد تكون نفسيته مرتاحة بيلاقي السعادة بكل شيء، ممكن هو يكون مصدر سعادة لغيره. تحية لكل قصة عالم صباح. في كتير عندي كومنتس وصلوا لي، راح أقراهم ولكن بعد شوي. بريك ومنرجع، خليكم معنا.